المطبخ التونسي مع ألف. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم شريت روبو من أمازون. أهو روبو بوش، نوريكم هكا خاطره كبير. ها نوريكم هكا خير، يظهر خير هكايا. وهو شنو فيه من داخل؟ فيه لاشواغ، وفيه هذوما اللي يقصوا الخضرة، فيه القمصان هذا نتاع سموثي، فيه نتاع الفلفل الاكحل والقهوة. اوكي وريك كل حاجة نتاع شنو. 2 لتر 3 800 وات، فما 1100 وات مش مشكور، ما شكروهش. ما لقيت كان هذايا في امازون، حق ما عنديش فكرة على الروبوات، واللي تخديت هذا قلت نجرب نشوفه. هذايا ب 75 يورو تقريبا، هاكا الماركة بوش. هاي نحلو مع بعضنا ونشوفو اش فيه. شنو وراقو اسم البيت، هنا كتابو. نبداو الغاز الفوقاني تاع شو اسمها فود بروسيسور، ما لقيتش بلار، حبيت بلار ما لقيتش. والفود بروسيسور يظهر لي ما فيهش بلا، فما كان بلاستيك. بلاستيك هذاك اللي بطول المدة يبيض، يعني ما يقعدش هكا ترانسبارون. هو هذايا نتاع القهوة والفلفل الأكحل، تحرقت لي الأخرى، مش تحرقت لي، البلاستيك نتاعها ذئب، هي لما حالة حتى هذي تحسها ديليكات وعلى الأخر. فما ماركات ياسر غاليين، وليت خذيت واحدة هاكا مشكورة، فما شكون استعملها أكثر من 3 سنين. هاهو الواحد الموتور نتاعها. هاهو هذا القمصان، هذا البروسيسور الفود بروسيسور، وهذي نتاع الفلفل الأكحل. القهوة والفلفل الأكحل وكل حاجات اليابسة هذيك والفاكهة. وهذو ما يتحطوا في الفود بروسيسور، يرابي وسط في النار والسلايت، وانا نموت عليهم هذوما، نحب ديما الرابي. اليوم نشعلوا مع بعضنا سلامي في الدار، سهل ما في حتى شيء. لهنا عندي نعمل به وصفه مسحق باش وصفه الكوردون بلو، دونك قلت باش نعمل وحدي من غير ما نشريه من برا. هوني عندي شطر رز در الدجاج، هاو كشطر رز در الدجاج، وثلاثه كعبات هاو كمرقاس باش ننكه به المرقاس خاطر مفوح مليح، وهو موجود عندي سينو نعمل الدجاج كهاو. عندي هوني ثوم بودر، عندي تابل، نعناع شايح يعطي البنة، الملح، البابريكا حلوة، راه حطيت برشا بابريكا خاطرها حلوة باش تعطيني اللون والنكهة، وفلفل أكحل هكا هو، هذيك هي الحكاية. طيب باش نحطو في الفود بروسيسور نتاعي، نجي نقص المرقاس، نجم حتى نحيلو قشرتو راه، أما خليك كيكا ميسيرش. بسم الله نحط البيضة واللفاحات، نسكروها ونحطهم يطرحوا، وطبعا نحطهم يدوروا. بسم الله. وطبعا باش نحط له 3 مغارف ماء هكا، تقريبا 3 مغارف ماء، باش نزيد نرحيه شويه مع الماء باش يترخف هكا شويه خاطر جاني مكبوس شويه. ها هو طبعا شفناه ريحته فيه وحط برك الله. الكسكيس نتاعي حطيته يغلي باش نحطه في الكسكيس، معناها مقفول الكسكيس كان تحبو. بابي الومنيوم، بابي سلوفان، بسم الله. نجي ناخذ الخليط نتاعي هكايا، اوكي يكون مكبوس. توا نحلو، اولا باش نخرج منو الهواء، ثانيا باش نبسطو. باش ما تبداش فقاعات نتاع هواء فيه من بعد. خرجنا الهواء هكا، نرجعو. ناخذ لي كوردون هكايا والبلاصه اللي تبدا فيها هواء هكا،
طبعا نبدا ندور هكا، عرفت ليني ولات تلقى هكا توها. يزي هكاكا توا نسكر عليها بالباكيا المينيون ما يخرجش منها، يدخل لهاش المينيا، ونحطها في الكسكس متاعي. عندي الكسكس في الكوكوت هنا هكا، ونسكر عليها بالكوكوت تقريبا نص ساعة، نخليها مش كيما الكوكوت مش كيما الكسكس، خاطر مقفول وكسكس ياخذ أكثر وقت. وطوى كما بردوا شوية الوحدة الصنامية هكا، خليته حتى برد شوية أو كالمين يهبط منه. طوى نحطها على بابيي باش يشربك الماء هذاك ساعة هكا. بسم الله ناخذ سكينة ماضية كبيرة تاك على جنب. بسم الله هذيك على جنب، هو السلامي أموا، حتى كان منظر مش طيارة طيارة، لكن حاجة معمولة في الدار وبنينة ونظيفة وما فيهاش دي برودوي شيميك. بسم الله بنينة بنينة على الاخر هكا هو. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقة اخرى وصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.